هل الأهلي ما وقعش في أخطاء طول الموسم؟ أكيد حصل، ويمكن أبرزهم طريقة إدارة سوء الانتقالات في الصيف. برونو سافيو ما كملش الموسم مع الأهلي، شادي حسين ما نجحش في إقناع مارسيل كولر مع عدم التعاقد مع المهاجم اللي طلبه المدرب، لكن كان عنده مارسيل كولر اللي قادر يهيئ الظروف لمصلحته ولمصلحة فريقه، فقدم حسين الشحات بمستوى يمكن الأفضل ليه من ساعة انضمامه للأهلي، فبقى خبر تجديده مع الأهلي مهم رغم إن عدد كبير من جمهور الأهلي ما كانش هيفرق معهم إذا كان حسين الشحات مشي في نهاية عقده ولا لأ لو كنت سألتهم عن رأيهم السنة اللي فاتت. استفاد من عودة كهربا من الإيقاف وبقى معاه هداف الفريق، وفي يناير ضم لفرقته لاعب مثل إضافة فنية كبيرة وقدر ينفذ له فكرته في خط الوسط وهو مروان عطية. محطات في مشوار تتويج الأهلي بالدوري تخلي كولر يستحق دعم إدارة الأهلي في توفير عوامل النجاح له، ويبقى هو المسؤول الأول عن إدارة التعاقدات، يختار مين يمشي ومين يقعد ويرسم سيناريو لمستقبل الفرقة معاه.